السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم طيبين وبخير، واهلا بيكم جميعا في قناتي. انا مروة زهرة. ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الخامس الابتدائي في مادة اللغة العربية. هنشرح مع بعض القواعد النحوية اللي موجودة في كتاب سلاح التلميذ. في بداية الكتاب احنا كنا واقفين مع بعض عند صفحة 16، ودي الصفحة اللي هبدأ بيها ان شاء الله شرح مع حضراتكم. قبل ما ابدأ الفيديو، بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايكات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله. وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من شرح القواعد النحوية بطريقة بسيطة جدا. والنهاردة هنبدأ بشرح ظرف الزمان وظرف المكان. وخلونا نعرف الأول يعني إيه كلمة ظرف زمان وظرف مكان. في البداية، ظرف زمان ده بيكون عبارة عن اسم بيوضح زمن حدوث الفعل. تاني، ده ظرف الزمان اسم بيوضح زمن حدوث الفعل، وفي كلمات بتدل عليه زي كلمة نهارا، زي كلمة صيفا، زي كلمة صباحا، زي كلمة ساعة، زي كلمة الآن. ده ظرف زمان. عندي بقى ظرف المكان، برضه هو بيكون اسم. اسم ماله؟ اسم بيوضح مكان حدوث الفعل، ده بيوضح المكان اللي حصل فيه الفعل. وعندي كلمات بتدل عليه زي كلمة أمام، زي كلمة فوق، زي كلمة بين، زي كلمة نحو، زي كلمة يمينا يسارا. وكمان بيقول لي ان لما اجي استخرج الظرف ده بسأل عنه بأداة الاستفهام متى. لما باجي استخرج ظرف الزمان بستخدم أداة الاستفهام متى علشان أسأل عن الظرف الزمان. وأما باجي أستخدم أو أسأل عن ظرف المكان بستخدم له أداة الاستفهام أين. وكمان عندي بعض الكلمات زي كلمة قبل أو بعد أو عند أو كلمة وسط أو كلمة بين. الكلمات دي ممكن يجي استخدامها ظرف مكان وظرف زمان وفقا لسياق الجملة اللي موجودة قدامي. وتعالوا أول حاجة جايب لي النشاط أكمل جمل العمود الأول بظرف زمان والثاني بظرف مكان. وركزوا معايا، جايب لي انتظرت صديقي ساعة، دي أول حاجة. رقم 2، أعود من المدرسة ظهرا، تشاهد أختي التلفزيون نهارا. ودي الجمل دي كلها أو الكلمات اللي احنا حطيناها دي كلها ظرف زمان. وخليكم مركزين إن ظرف الزمان اسم بيوضح زمن حدوث الفعل. الجمل الثانية، وضعت الكتاب داخل الحقيبة، اتجهت السيارة يمينا، ارتفعت الطائرة فوق السحاب. والجمل دي الكلمات دي طبعا دي ظرف مكان بتعبر عن مكان حدوث الفعل. النشاط رقم باء بيقول لي اقرأ ثم حدد نوع الظرف في كل جملة. عايزني أنا بقى أوضح نوع الظرف اللي موجود عندي. زرت صديقي بين المغرب والعشاء، وكلمة بين هنا دي ظرف مكان، ظرف زمان عفوا، علشان بتدل على وقت. بيقول لي إن هو زار صديقه بين المغرب والعشاء، يعني ده وقت هوت، فعشان كده أنا قلت إن بين هنا دي ظرف زمان. الجملة الثانية، جلس محمد بين زملائه، وعندي كلمة بين دي ظرف مكان، علشان كده جايب لي كلمة بين وبيوضحها لي وبيقول لي إن هي ممكن تيجي أحيانا بظرف زمان وأحيانا تيجي ظرف مكان. السؤال اللي بعد كده، أجب عن كل سؤال باستخدام ظرف مناسب مكان أو زمان. أين يقع منزلك؟ أنا قلت مثلا يقع منزلي بعد المتجر، أو قلت يقع منزلي وسط البلد. ده بجاوب براحتك بقى، حط زي ما أنت عايز وجاوب الإجابة بتاعتك، بس المهم إن أنت تستخدم الظرف المكان صح وظرف المكان صح. متى تغسل أسنانك؟ الإجابة بتاعتي أغسل أسناني قبل النوم، وممكن تقول أغسل أسناني بعد الأكل، براحتك خالص. بعد كده الفعل الماضي والفعل المضارع. والفعل الماضي والفعل المضارع هو بيشرحهم بقى زي ما حضرتك خدتها في الصف الرابع. وبيقول لي أول حاجة الفعل المضارع ده بيعبر عن حدث بيقع الآن، والحدث ده بيكون مستمر في الحدوث، زي ما أقول لك مثلا يشرب، يلعب، يأكل، ينام، يتكلم أو تتكلم أو يتكلم أو نتكلم، دي كلها أفعال مضارعة. وكمان بيقول لي إن الفعل المضارع ده فيه كلمات بتدل عليه زي كلمة دائما، كلمة أحيانا، كلمة الآن، كلمة هذا العام، كلمة طول الوقت، كلمة كل يوم. ركزوا واحفظوا الكلمات دي عشان الكلمات دي مهمة. وبيبدأ الفعل المضارع بحرف التاء مع المؤنث، زي تلعب البنت، تشرب الطالبة، تجتهد التلميذة. دايما الفعل المضارع بيبدأ بحرف التاء مع المؤنث. الفعل الماضي بقى بدأ يشرح الفعل الماضي. الفعل الماضي بيعبر عن فعل حدث وانتهى خلاص وانتهى، زي لعب، شرب، أكل. ودايما الفعل الماضي بيكون مبني على الفتح،
وبيقول كمان جايب لي مثال لعبة محمود، وتدل ويدل الفعل المضارع الفعل الماضي على كلمات زي كلمة أمس وكلمة العام الماضي ومنذ قليل وقبل ساعة. لو خدتوا بالكم هتلاقيها كلها كلمات بتعبر عن حاجة حصلت وانتهت، وينتهي الفعل الماضي بتاء ساكنة مع المؤنث مثل لعبت زينب أو شربت البنت أو ذهبت المعلمة. دايما الفعل الماضي مع المؤنث بينتهي بتاء ساكنة. بعد كده اقرأ الفقرة واستخرج، احنا صفحة 17 دلوقتي، اقرأ الفقرة واستخرج منها الأفعال المضارعة والأفعال الماضية. ذهبنا إلى إحدى الحدائق لنستمتع بأجواء الربيع، وهناك تجولت مع أخي بين الأشجار المورقة والأزهار الملونة، والتقطت أختي صورا رائعة. قال أخي: تعجبني هذه الحديقة كثيرا، سأستأذن أبي أن نكرر المجيء إليها كل فترة. عايزني أستخرج الأفعال المضارعة والأفعال الماضية، وتخلونا نعيد تاني مع بعض. الأفعال المضارعة يعني حدث بيقع الآن وما زال مستمر في الحدوث، الأفعال الماضية يعني حدث حصل وانتهى. أنا هقول في الأفعال المضارعة عندي كلمة نستمتع، وعندي كلمة تعجبني، وعندي كلمة سأستأذن، وعندي كلمة كمان نكرر. الأفعال الماضية يعني حدث حصل وانتهى، زي كلمة تجولت، وزي كلمة ذهبنا، وكلمة التقطت، وكلمة قال. بعد كده أكمل الجمل الآتية بفعل مناسب. عايزني أستخدم فعل مضارع أو فعل ماضي: خالد يسافر إلى الفيوم أحيانا، وكمان طالب مني إن أنا أحدد نوع الفعل اللي أنا هستخدمه، فعل ماضي ولا فعل مضارع. لو طبعا هعيد وأكرر تاني، لو فعل حصل وانتهى يبقى فعل ماضي، لو فعل ما زال يحدث أو ما زال مستمر في الحدوث يبقى فعل مضارع. عادت أمي إلى المنزل منذ قليل، فعل ماضي. سلمى لن تخرج مساء، فعل مضارع. اشترى أبي سيارة جديدة أمس، فعل ماضي. أنهى عمر واجباته قبل ساعة، فعل ماضي. نحن نقول الصدق دائما، فعل مضارع. ورقم 14 في القاعدة عندنا النهاردة فعل الأمر وأسلوب الأمر، ودايما خليكوا عارفين إن فعل الأمر ده طلب في المستقبل. بطلب منك تنفذ طلب معين علشان تبدأ، بطلب منك فعل معين علشان تبدأ تنفذه في المستقبل. بيبدأ أسلوب الأمر أو فعل الأمر، بيبدأ أسلوب الأمر بفعل أمر، وبيستخدم عند طلب فعل شيء ما في المستقبل زي اغسل يدك، أو لما أجي أضيف للمؤنثة أو هاجي أتكلم مع مفرد مؤنث هضيف لها ياء وأقول لها إيه؟ اغسلي يدك. وكمان بيقول لي إن الفعل الأمر ده دايما بيكون مبني على السكون، ركزوا فيه علشان لما تيجي تقرأ كلمة اغسل تبقى عارف إن اللام عليها سكون. بعد كده بيقول لي انصح زميلك مرة وزميلتك مرة، مستخدما أسلوب الأمر كالمثال: مساعدة الوالدين، هقول له ساعد والدك والديك، ساعدي والديك. خفض الصوت، اخفض صوتك، اخفضي صوتك. تناول الطعام الصحي، تناول الطعام الصحي، تناولي الطعام الصحي. تعالوا نركز في القاعدة اللي بعد كده، والقاعدة اللي بعد كده جملة بسيطة: الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كلنا طبعا حافظين الجمل الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. عينك على أول كلمة في الجملة، لو الجملة اللي قدامك فعل تبقى لو الحرف عفوا لو أول كلمة قدامك في الجملة حرف اسم تبقى دي جملة اسمية، لو أول جملة لو أول كلمة قدامك في الجملة فعل تبقى جملة فعلية. تاني، الجملة الاسمية بتبدأ باسم، عينك على أول كلمة في الجملة فعل تبقى جملة فعلية، عينك على أول كلمة في الجملة اسم تبقى جملة اسمية. وتعالوا نركز مع بعض: يتناول المريض الدواء، طبعا يتناول دي جملة فعلية. الجندي يدافع عن وطنه، الجندي بدأ باسم تبقى جملة اسمية. ورق الشجر أخضر، ورق ده كلمة اسم تبقى جملة اسمية. تعاون مع تعاون مع كل أصدقائك، دي جملة فعلية بدأ بفعل، بفعل أمر كمان بيقوله تعاون مع كل أصدقائك. الرحمة من صفات المؤمن، دي جملة اسمية. قرأت المذيعة الأخبار، جملة فعلية. أسعى دائما إلى فعل الخير، ودي جملة فعلية. هند تحب مساعدة الناس، دي جملة اسمية بدأ باسم. كون جملتين اسميتين وجملتين فعلتين من الكلمات الآتية. الجملتين الاسميتين هقول: المعلمة شرحت الدرس،
الدرس أو التلميذ يكتب الدرس. الجملتين الفعليتين هقول يكتب التلميذ الدرس أو شرحت المعلمة الدرس، وبراحتكم تقدروا تجيبوا جمل أكتر من دي كمان. تعالوا على رقم 16 في القاعدة اللي عندنا لام التعليل، وخليكم عارفين إن لام التعليل دي بتيجي عشان تربط بين جملتين. الجملة الأولى بتعبر عن حدث، والثانية تعبر عن سبب وقوع الحدث. أبسط حاجة خالص، مثلا أقول لك إيه؟ أذهب للمدرسة لأتعلم. شايفين أذهب للمدرسة دي الحدث الأول. الجملة التانية بقى ليه أنت بتروح المدرسة؟ عشان إيه؟ قمت أنت قايل لي علشان أتعلم. يبقى دي الجملة التانية بتعبر عن سبب وقوع الحدث. وكمان بيقول لي هي إن بتدخل لام التعليل على الفعل المضارع وبتسبقها بفصلة منقوطة، وتسبقها فصلة منقوطة عشان تبقوا واخدين بالكم. أول يسألوني دايما نحط الفصلة المنقوطة فين يا مس، أو إمتى أحط الفصلة المنقوطة؟ الفصلة المنقوطة بتيجي علشان تفصل بين جملتين، الجملة الأولانية بتعبر عن حدث، والجملة التانية بتبين لك سبب وقوع الحدث ده، والفصلة المنقوطة بتكون فاصلة بينهم زي ما أنا حاطة القلم عليها دلوقتي. ولام التعليل اللي متصلة بالفعل المضارع اللي هي لأتدرب، أصلها لام وألف متصلة ببعضها، لام دي لام التعليل وأتدرب ده الفعل المضارع. وركزوا وخليكوا شاطرين واعرفوا فرقوا بين اللام اللي هي حرف الجر وبين لام التعليل. لام التعليل بتتصل بالفعل المضارع، لكن لام بتاعت حرف الجر بتكون متصلة باسم. ركزوا في دي كويس. بعد كده جايب لي أسئلة، أجب عن الأسئلة الآتية مستخدما لام التعليل كالمثال لماذا تذهب إلى النادي؟ أنا جاوبت وقلت أذهب إلى النادي لأتدرب على السباحة. لماذا ننوع في طعامنا؟ ننوع في طعامنا لنستفيد، لتستفيد أجسامنا بالعناصر الغذائية، لتستفيد أجسامنا بالعناصر الغذائية. لماذا تحرص على القراءة؟ أحرص على القراءة لأنشط ذهني وأزيد معارفي. لماذا تمتص النحل رحيق الأزهار؟ يمتص النحل رحيق الأزهار ليصنع منه العسل. وتعالوا على القاعدة اللي بعد كده رقم 17، حروف الجر، وحروف الجر لا تعطي معنى بمفردها أبدا، وبتحتاج إن هي تيجي بتحتاج لاسم بعدها لتعطي معنى مفيد. يعني مثلا لازم تبقى أول حاجة، خلونا نعرف مع بعض حروف الجر إيه. عندي نوعين من حروف الجر، حروف جر منفصلة وحروف جر متصلة. حروف الجر المنفصلة من وإلى وعن وعلى وفي. حروف الجر المتصلة الباء والكاف واللام، وبتدخل حروف الجر على الأسماء الموصولة وكمان أسماء الإشارة وكمان الضمائر. زي ما أقول لك أهو، خلي بالكم ركزوا من دي علشان أكيد هيجي لكم في المنهج بتاعكم، إن هي بتدخل على الأسماء الموصولة، وبتدخل كمان على أسماء الإشارة، وبتدخل على الضمائر. بتدخل الحروف الجر على الضمائر المتصلة زي ما أقول لك إيه، منه أو عني أو عليك. وكمان بيقول لي ان حروف الجر ديت بتعطي معنى الظرف، بيقول لك قد يعطي حرف الجر معنى ظرف المكان، زي مثلا كلمه الى معناها ممكن تبقى نحو، وعندي كلمه في حرف الجر في ممكن يكون يدي معنى ظرف المكان اللي هو داخل، وكلمه على ممكن تديك ظرف المكان اللي بمعنى فوق. فركزوا وانتوا بتقراوا السؤال كويس جدا لما يقول لك ادخل حرف جر او ادخل ظرف مكان، بالذات لما تيجي مثلا تقول ايه وضعت الكتب فوق المكتب، ده ظرف مكان، او ما اقول وضعت الكتب في الحقيبه، ده حرف جر فيه، ودي واضحه قدامكم وكلكم عارفين الكلام ده. اكمل كل جمله بحرف جر مناسب. يهتم الطبيب بالمرضى، طلبت منى امي ان اساعد، طلبت مني امي ان اساعدها، قال المعلم اجيبوا عن هذه الاسئله. أريد شراء قبعة كالتي مع أخي، النجوم تلمع في السماء، اشتقت إليك يا صديقي. اسم الجر بيقول كمان الاسم المجرور بقى، الاسم المجرور ده اللي بيجي على طول بعد حرف الجر، بيقول اهو هو الاسم الذي ياتي بعد حرف الجر مباشره. وخليكم فاكرين واحنا بنشرح علامات الاسم ان قلنا من علامات الاسم يسبقه حرف جر، يعني الاسم اللي بيجي قبل، يعني حرف الجر اللي بيجي بعديه على طول بيكون اسم مجرور. شوفوا كلمه ايه، اسم مجرور، اسم المجرور ده هو الاسم الذي ياتي بعد حرف الجر مباشره. اذا دخل حرف الجر الباء او الكاف على اسم
اسم بيبدأ بالألف واللام لا يحذف منه شيئا، زي كلمة إيه؟ القمر بالقمر، كالقمر. يعني داخل منك كلمة القمر، أنت عايز تدخلها حرف جر تقول بالقمر، أو عايز تدخلها حرف جر الكاف هتقول كالقمر. إذا دخل حرف الجر اللام على اسم بيبدأ بالألف واللام، إذ لم يكن في أوله لام، بنحذف ألف الوصل للألف واللام. زي كلمة البيت هتقول للبيت، للبيت، بتحذف كل الألف اللي قدامك دي وتقوم كاتب على طول للبيت. وإذا كان في أوله لام بنحذف الألف واللام كلها رسميا، زي كلمة إيه؟ اللحم، كلمة اللحم هو عشان يكتبها ويدخل عليها حرف الجر اللام، فحذف الألف واللام وقام حاطط حرف الجر وقام كاتب كلمة لحم على طول للحم. بعد كده اكمل كل جمله باسم مجرور بحرف الجر اللام، وجايب له للعصفور جناحان يطير بهما، او ممكن تقول للطائر، للطائر جناحان يطير بهما. نحتفل باليوم العالمي للغه، حذف الالف واللام بتاعت كلمه اللغه وحط حرف الجر اللي هو حرف اللام وكتب كلمه لغه على طول للغه العربيه. اختر لكل جمله حرف حرف يعطي معنى ظرف المكان الملون. يقف العصفور، هو جايب لي كلمه فوق الغصن، فانا طبعا هو عايزني ابدل كلمه فوق دي وهقول يقف العصفور على الغصن. وضعت الخبز في الثلاجه، سمعت الجرس فقلت من بالباب. بعد كده جايب لي، تعالوا نكمل مع بعض شرح بقيه القواعد. جايب لي بعد كده حروف العطف، وركزهم في حروف العطف. حروف العطف 4 حروف، واو والفاء وثم واو، دي اسمها حروف الجر. وحرف الواو ده بيكون للمشاركة بلا ترتيب، بتفيد معنى مع. يعني مثلا بقول ايه؟ ذهبت الى المدرسة مع احمد ومحمود ومريم ومنة. شايفين حرف العطف الواو ده بيفيد بشارك، عمالة انا اذكر اسماء اشخاص كتير اهو، ممكن اقول محمد واحمد، ممكن اقول احمد ومحمد بلا ترتيب. ده حرف العطف الواو بيكون فائدته المشاركه بلا ترتيب، وبيفيد معنى كلمه معاه، يعني بيديك معنى كلمه معاه. زي جايب لي المثال بيقول لي التفاح والموز من الفواكه. الحرف العطف الثاني وهو حرف الفاء يفيد الترتيب مع السرعه. وخلي بالكم الفاء دي بتفيد، بيقولوا كان في فهمها كده عشان تقدر تفهمها، الفاء بتفيد الترتيب مع السرعه. انا برتب احداث مرتبه، بس في وقت بياخد، بس بيحصل حدث وبيحصل التاني سريعا جدا. زي اعطيني مثال، فتحت امي الباب فدخلت. او ممكن انا اديك مثال من عندي، كلمه حرف العطف الفاء ده يفيد التعقيب والسرعه كمان، ترتيب تعقيب سرعه، خليكم فاكرينه كده. حاجه يقول لي جاء القطار فركب المسافرون، اول ما القطار بيركب طبعا الناس بتطلع تجري عشان تركب على طول، فركب المسافرون. بعد كده جايب لي حرف العطف ثم، وثم دي بتفيد الترتيب مع التراخي. وقلت لكم 50 مره كلمه التراخي دي معناها بالراحه علشان ما تصعبوش على نفسكم، تفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي دي معناها بالراحه. وكمان بيقول جايب لي مثال اهوت، كتبت واجباتي ثم لعبت، فالواجبات دي بتاخد وقت. وبعد كده انا لعبت بعد ما خلصت الواجب بتاعي، ممكن اقول ذهبت امي الى السوق ثم اعدت الطعام، يعني ماما راحت السوق وجابت الطلبات بتاعتها، وبعد كده بقى بدات تجهز الطعام، وبعد كده احنا ايه اكلنا الطعام ده. فعلشان كده بقول لك ان ثم دي بتفيد الترتيب مع التراخي، كلمه التراخي يعني بالراحه. او بقى دي بتفيد التخيير بين شيئين، ممكن تقول اشرب عصير برتقال او تفاح، او ممكن تقول اريد ان اكون طبيبا او مهندسا. يا رب كلكم كل اللي سامعيني ان شاء الله. اكمل بحرف عطف مناسب، حرف الواو او الفاء او ثم او او. غسلت امي الملابس ثم كوتها. امي امل ودعاء صديقتان وفيتان. ساشرب كوبا من القهوه او الشاي، سالني المعلم فاجبت عن السؤال. بعد كده جايب لي عائلة الكلمة أو أصل الكلمة، وعائلة الكلمة دي يعني الكلمات المتشابهة مع الكلمة في حروفها التي تشترك معها في نفس الأصل. زي مثلا، وكمان بيقول لي من عائلة كلمة جمع مثلا، كل الكلمات المتشابهة مع الكلمة دي اللي يقصد بها عائلة الكلمة، يجمع، جامع، مجموع، اجتماع، تجتمع. تعالوا وخلوا بالكم أصل الكلمة بقى أو جذر الكلمة
ده فعل الماضي بتاع الكلمة نفسها. ركزوا بين علة الكلمة وبين جذر الكلمة. جذر الكلمة ده أصلا عليكم قاعدة في الصف الخامس، هنشرحها تاني بشكل أوسع، وجايب لك هو جذر الكلمة ده الفعل الماضي المكون من الحروف المشتركة من عائلة الكلمة. وتعالوا استنتج أصل الكلمات الآتية كالمثال كلمة مسجد، هاتي عائلة الكلمة بتاعتها، وجايب لي ساجد وسجدة وسجادة وسجود، والحروف المشتركة حرف السين والجيم والدال، وأصل الكلمة سجد، جاب الفعل الماضي بتاع مسجد. كلمة طباخ، يطبخ، مطبخ، مطبوخ، طبخة أو طبخ، وجايب لي الحروف المشتركة حرف الطاء والباء والخاء، وأصل الكلمة هقول طبخة. حافظ، يحفظ، محفوظ، حفظ، وجايب لي الحروف المشتركة هقول الحرف الفاء، حرف الحاء والفاء والظاء، وأصل الكلمة هقول كلمة حفظة. لعبة، يلعب، لعب، لاعب، ملعوب، ملعب، والحروف المشتركة حرف اللام والعين والباء، وأصل الكلمة هقول كلمة لعبة، الفعل الماضي بتاع لعبة لعبة. مكتبة، يكتب، كتب، كاتب، مكتوب، والحروف المشتركة كتاب، وأصل الكلمة كتب. بعد كده جايب لي أدوات وأسلوب الاستفهام. مفيش أسهل من أسلوب الاستفهام ده، أهم حاجة كلكم تكونوا حافظين أدوات الاستفهام، ما وماذا ومتى وأين وكيف وهل، بيكون وكم، ما تنسوش كم كمان. جايب بيكون من إيه أسلوب الاستفهام ده؟ دايما خليكم عارفين إن أسلوب الاستفهام ده بيكون من أداة الاستفهام زائد اللي اسمه علامة الاستفهام زائد وصف أصل الجملة أو القالب بتاع الجملة اللي عندك، بيتكون من أداة استفهام وكمان الجملة وعلامة الاستفهام. أداة استفهام، جملة، علامة استفهام. أدوات الاستفهام زي ما أنا قلت معاكم أهو، ما وماذا ومتى وأين وكيف وهل وكم ومن. وكمان جايب لي أول حاجة ما وماذا، دي بتستخدم للسؤال عن غير العاقل، زي ما أقول ما هوايتك المفضلة؟ ماذا تفعل؟ من؟ بسأل بها عن العاقل، يعني من طبخ الطعام؟ أين؟ بسأل بها عن المكان، أين تقضي أجازتك؟ متى؟ للسؤال عن الزمن، متى يذهب فصل الربيع؟ كم؟ للسؤال عن العدد، من أول حاجة بقول كم جنيها في المحفظة؟ لماذا؟ للسؤال عن السبب، لماذا تغسل أسنانك؟ كيف؟ للسؤال عن الحال، كيف حالك؟ كيف تكتب قصة؟ هل؟ طلب الإثبات والنفي، هل قرأت الكتاب؟ وتعالوا كمان بيقول لي اهو، بتستخدم او السؤال بيبدأ بأداة استفهام وبينتهي بعلامة استفهام، وده بيسمى اسلوب استفهام. ركزوا اعرف ازاي ان ده اسلوب استفهام يا مس، بسيط جدا. اسلوب الاستفهام زي ما انا قلت لك بيبدأ من أداة استفهام وجملة وعلامة استفهام. تعالوا نحل مع بعض الأسئلة اللي موجودة تحت. أين تتدرب؟ الإجابة كانت في النادي. هل صليت الظهر؟ قلت نعم. كم يوما في الأسبوع؟ 7 أيام. لماذا تذهب إلى المدرسة؟ لأتعلم. تعالوا السؤال اللي بعده، ضع سؤالا لكل إجابة من الإجابات الآتية. ما اسم صديقك؟ اسم صديقي عصام. متى تنام؟ أنام في الساعة 8 مساء. كيف تتنفس الأسماك؟ تتنفس الأسماك بالخياشيم. من زرع الحقل؟ زرع الفلاح. الفلاح زرع الحقل. وتعالوا نكمل مع بعض بقية الأسئلة. أسلوب التعجب، وخلاص قربنا نخلص لأن هنقف عند صفحة 23، ده هيكون آخر شرح أنا هشرحه. أسلوب التعجب، وأسلوب التعجب ده بيعبر عن الدهشة من أمر معين، وبيتكون من إيه؟ من ما التعجبية زائد زائد ما التعجبية، ده أول حاجة. بعد كده فعل التعجب، المتعجب منه، علامة التعجب. احفظوا الكلام ده اهو، هيبقى سهل عليكم وافهموه. أسلوب التعجب بيكون من إيه؟ ما التعجبية، فعل التعجب، المتعجب منه، علامة التعجب. زي ما أقول لك مثال، ما أجمل القمر؟ ما دي ما التعجبية، أجمل ده فعل التعجب، القمر المتعجب منه، وطبعا كلكم عارفين علامة التعجب. أكمل أساليب التعجب الآتية بما ينقصها، ما أذكى الأطفال؟ ما أحن الأم؟ ما أطول الزرافة؟ ما أمهر العمال؟ أو ممكن تقول ما أمهر المعلم. تعالوا نكمل. تعجب من، عايزني أنا بقى أحط أسلوب التعجب. صدق المؤمن هقول ما أصدق المؤمن. روعة الجو؟ ما أروع الجو. كبر الحوت؟ ما أكبر الحوت. هدوء القطة؟ ما أهدأ القطة. رقم آخر حاجة قربنا خلاص، لو أنا مطولة معاكم بس أنا عايزة أنجز الجزء الخاص بالنحو اللي موجود في الكتاب في بدايته. أسلوب النهي، أسلوب النهي بيبدأ باللا النهي،
وفي نهي المخاطب عن فعل شيء ما، زي ما اقول لك مثلا لا تخاصم احد، لا تكتب على السبو، لا تكتب على الحائط، لا تقترب من شاشه التلفاز. وكمان عايزني انا استخدم اسلوب النهي في الامثله اللي عندي ديت، زي ما جايب قدام حضراتكم كده، اخلاف الوعد لا تخلف وعدك، لا تخلفي وعدك، اهمال الدروس لا تهمل دروسك، لا تهملي دروسك، ازعاج الاخرين لا تزعج الاخرين، لا تزعج الاخرين، التكلم فيما لا يفيد لا تتكلم فيما لا يفيد، لا تتكلمي فيما لا يفيد. وتعالوا اخر حاجة اسلوب النفي. اسلوب النفي بقى بيبدأ بأداة من أدوات النفي، وهو هنا ذكر لي لم ولن. خلي بالكم، لم ده بتفيد النفي في الماضي، ولن تفيد النفي في المستقبل. بس انتوا مطلوب منكم ان انتوا تعرفوا الحاجتين دول. زي بتقول ايه، زي ما تقول هنا لم دي بتقول ايه، ما عملتش، ولن دي تقول ايه، مش هعمل. خليكم مركزين عليها بالجزئية دي، لو فهمتوا الكلمتين دول مش هتستصعبهم. لم دي تفيد النفي في الماضي، لن تفيد النفي في المستقبل. وكمان جايب لي بقى اهو، لم تمطر السماء أمس، لن أقابل صديقي غدا، لن نزور جدتنا الأسبوع المقبل، لم نسافر بالطائرة من قبل، لن أكل من الباعة الجائلين بعد اليوم، لم يكمل سيفي واجباته حتى الآن. اسلوب النداء، واسلوب النداء بيتكون من اداه النداء يا زائد المنادى، ما فيش ابسط من كده، يا محمد اقرا الدرس، يا دي اداه النداء، محمد المنادى اقرا الدرس، ده الغرض من النداء. تاني اسلوب النداء بيتكون من ايه؟ بيتكون من اداه النداء يا زائد المنادى، وبعد كده بيقول لي اسلوب النداء بتاتي معه جمله بتوضح الغرض منه، وكمان بتستخدم في الفصله بعد المنادى. يعني انا قلت يا محمد لازم اعمل فصله وبعد كده اجيب الغرض من اسلوب النداء اللي عندي. اكمل الجمل الاتيه بما ينقصها، يا سامح انت مجتهد ونشيط، ما اعظم تاريخك يا مصر، يا مريم لا تضيع الوقت، يا اطفال حافظوا على نظافه المكان. وتعالوا هنا بيقول لك إيه، نادي هؤلاء الأطفال مستخدما غرض النداء الموضح كالمثال، طارق النهي عن اللعب في الشارع، يا طارق لا تلعب في الشارع، سمير الاستفهام عن مكان سكنه، يا سمير أين تسكن، شيماء طلب فتح النافذة، يا شيماء افتح النافذة، صديقك التعجب من حسن أخلاقك، يا صديقي ما أحسن أخلاقك. وخلونا واقفين مع بعض عند صفحة 23، وقفت معاكم عند صفحة 23 عشان هيبدأ يشرح في ركني الجملة الاسمية والفعلية، وده هيبقى جزء خاص بقواعد النحو أصلا في الصف الخامس، ده بداية تأسيس النحو بتاعكم. يا رب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة. دعواتي ليكم جميعا حبايبي بالتوفيق والنجاح، كنت معاكم مس مروة زهرة.